والله الجسر هو ما شاء الله فضل الازدحام، وينطي النظرية للشعب وللمدينة مظهر، والأحلى يصير للمنطقة. شنو فائدة افتتاح هذا الجسر؟ عشان خف الزحام كثير خف الازدحام. يعني هسه عندك الثالث يصير ازدحام به، الثاني يصير عندك ازدحام به، كله هذا خف الازدحام. زين بالليل عبر منه بالليل؟ والله شفته بس اليوم يعني متعني رجع علاجي مشي لعبر منه بالليل. ايه حتى تشوف الاضويه. ايه شلون الاضويه حلوه والله ما شاء الله عليه. صبغ الشارع الارصفي والله درجه اولى، والله درجه اولى، حتى الشارع درجه اولى. كل الزينه وعمليه تسهيل ابناء شعب محافظه نينوى وذكريات حلوه بهذا الجسر العتيق ما تنسي ابد. شنو فائده افتتاح جسر الحديدي المحاذي للجسر القديم؟ اكيد يعني بذهاب واياب، واكيد عمليه تسهيل والزخم راح يخلص من المنطقه. طريقه الانشاء شلون تشوفها؟ رائعه رائعه بالنسبه للموصل، رائعه. بالعكس نشكر محافظ نينوى على هذا الجهد. والله احسن مقترح هذا سووه. هسه عندك الزخم اللي كان من جهه الغابات كله افتتح بالكامل، هذا الجسر الحركه احسن من قبل، وحركة حيل متناسقة، ازدحامات حيل قلت. والله شيء تحفة وشيء روعة وإنجاز رائع ويخدم المدينة بصورة صحيحة. هاي المشاريع إن شاء الله إذا كملت ما فيصلية وهذا راح تقلل كثير من الازدحامات الموجودة بالمدينة وتخدم المدينة وجمالية للمدينة.